هو الاستيفيا يا دكتورة داليا، ليه حضرتك بتقولي ان هو يعني هو الوحيد اللي ممكن نعتمد عليه؟ بصي، هو المحليات في منها صناعية، يعني خلينا نتكلم في الكومبوزيشن بتاعها. مثلا الاسبرتام اللي هو منظمة الصحة العالمية عملت عليه الضجة دي كله، بيتصنع من امينو اسيدز اتنين، حمض اميني اللي هو الفينيلين ده، اللي الناس فيري رير جيناتكس الاستاديز الاخيره قالت ان هي عندها بي كيو، ده فيري رير جيناتك، حاجه قليله قوي ممكن يعمل لهم مشاكل وكومبليكيشنز. والاسبارتيك اسيد ده موجود في حاجات كتيره تانية غيره، ده كل ده صناعي. هنيجي بقى نتكلم ليه الستيفيا امن، لان الستيفيا من ورق شجر، بس برضو حضرتك قلتي ما ناخدهاش مدة طويلة وما ناخدهاش لان بكمية لسه كبيرة. التس كتيره قوي. مثلا في تس طلعت قالت ان هي بتاثر على الرجوع، على الخصوبه للرجال. فطب فين الستاديز، فين القصه دي؟ خشي بقى على 50 بيبر و50 ستادي، ده مش عارفه جابوا 1000 واحد من شمال ايه. الحاجات دي لسه زي ما الدكتوره قالت، يعني لازم ستاديز كتيره قوي عشان نطلع لاين نقدر نشتغل عليه. السيف ايه؟ ان انا الاعتدال، اخد كميه، يعني مثلا الاسبرتام ده السيف انك انت تاخدي 50 ميلي جرام بير كيلو في اليوم. شوفي بقى كل واحد وزنه قد ايه، انت اكيد بتاخدي اقل من كده بكتير جدا. اوكي، بس في ناس بتعمل حاجه غلط كبيره ايوه، بس قوي. الاسبرتام ده حضرتك او المحليات موجود في اللبان، ناس كتير بتاكل لبان. حبيبتي اللبانه فيها قد ايه؟ كانت البيبسي سوري يعني كانت اللي هي المياه الغازيه دي فيها 192 مللي جرام، اللي هو ولا حاجه. يعني لو واحد وزنه 2 كيلو ياخدهم مفيش حد، يعني اتس فيري سيف في ان انا ابقى عامل اعتدال فيه، باخده صح. انما ما اروحش اطبخ بيه بقى، احط مثلا باكل ستيفيا كله في كيكه. هي بقى دي النقطه بقى، احنا دلوقتي داخلين في مرحله جديده، فكره ان في ناس فاتحين محلات كلها على اننا ده اكل دايت، بيقولوا رسمي ده اكل دايت. يا ستي عامله الاكل الدايت ازاي؟ مش بقى هول جرينز وكلا، لا ده هما زي ما حضرتك بتقولي كده، العلبه اللي هو ستيفيا او غيره او غيره او غيره بيبقى موجود في هو ده بقى المشكله. يعني معلقه سكر، لا حطي بدل كوبايه خدي نص كوبايه من سكر الدايت ويتعمل بيه الاكل. في مشكله تانية، ان في بعض يعني الاسبرتام مش ستيبل في الحراره. يعني انت برضو بتستخدميه، وهتلاقي ثلاث ارباع الناس بيحطوه على القهوه والشاي ويقلبوه. ما ينفعش للحاجات السخنه، لا. فهو لازم تبقي عارفه انت بتستخدمي ايه فين، يعني فلازم يسال. يا اما في الـ يبقى فيه زي اي حاجه الانستراكشنز، الليبلز دي مهمه قوي. تستخدميه لايه وما تستخدميهوش لايه؟ يعني ما ينفعش تستخدميه وتعملي كيكه، ما ينفعش يعني انت عملتي حليتي جزء ولبستي في مشكله. فهو انت لازم تبقي عارفه بتستخدمي كميه قد ايه وبانهي طريقه والفتره قد ايه، وهل انت من الناس اللي ينفع تستخدمي ولا لا. يعني انت في بعض الناس يعني هو شايف ان نوع من انواع المودرنايزيشن يقول طول الوقت انا دايت وباخد دايت كل حاجه لايت، مع انه يبقى واكل ورق عينب والبط وفي الاخر عامل كل الجرعات يا جماعه، وتلاقيه ايفن اندر ويت. يعني لازم نخلي بالنا من هو كام بير كيلو، يعني انت بتاخدي قد ايه للكيلو، الوزن قد ايه، السن قد ايه. عشان كده يمكن تاثير المحليات الصناعيه على الستات تاثيرها اسوأ من الرجاله كمان. ليه؟ لان هو انت عندك غالبيه جسمك ما عندكيش جزء عضلي، انت دهون، انت فات، الحرق بتاعك اساسا مش حلو قوي. وهي عشان كده بعد شويه لو قعدت فتره طويله بيحصل احنا بنسويه ريباوند اوبيزيتي، وكمان بتسمن عليه. يعني بتلاقي ان انت واخداه عشان تخسي، لا انت وزنك زاد وابتديتي، بما انك وزنك زاد ابتدى سوري يبقى فيه بطن. احنا عندنا بقى قصه الويست، المقاس الخصر ده اول طريق ناحيه ان حضرتك هيجيلك القلب، او اذا كان عندك القلب بس مستقر هيبقى الاعراض غير مستقره. فهي استخدام الاشياء ازاي، عشان كده ما فيش كلمه خطر. هو بيحط لك ايه ليبل ان تيك كير، طب تحت التجارب. يعني حتى لما جه يقول ما جرؤش يقول انه ماده مسرطنه، هو قال لك احتماليات، لان ثبت ان هو في الفرات في الفرين
طب هو هيثبت في البني ادمين ولا لا؟ ما فيش اجابه. ونوع معين، مش كل المحليات، ده نوع معين ثبت ان في الفيران بيعمل سرطان في المثانه. طب هل كل المحليات؟ طب هل انت عرضه ان يجي لك، يعني انت عامل مثلا ماركر للاورام وانت عرضه او في حد في العيله فتبعد عن النوع ده؟ طب وبالنسبه للباقي مفيش داتا كافيه. هل دكتور داليا لو احنا قلنا اللي بيتفرج علينا النهارده انت تقدر تبتدي من اول وجديد انك تستغنى عن المحليات عموما، ايه طرق تانية اقدر فيها اني احس بطعم حلو وانا بشرب الحاجه؟ هتبقى حاجات فيها كالوريز بس سيف، زي العسل الاسود. يعني الناس دلوقتي بتعمل الكيكس بالعسل الاسود، اقل طبعا بس سيم كالوريز، نفس الكالوريز زي بتاعت السكر. السكر برضو حتى في ناس الاقيها بتاخد شاي بالفركتوز. الفركتوز سيف لان ده سكر فاكهه بس هو بيعمل انسولين سبايك، ونفس الكالوريز بالظبط بتاع السكر الابيض. هو مفيش اي حاجه، بس ده سكر من قصب السكر ومن البنجر، وده سكر من فاكهه من بقى التفاح ولا وات ايفر. فالقصه الناس اللي بتقول لك انا كنت بشرب سكر غير طبيعي دلوقتي ما بحطش معلقه سكر في قهوتي او في شاي، بيمرنوا نفسهم تعود، لان ده تعود. وطبعا يعني في برضو حاجات في اللسان اللي هي فعلا التانج باتس دي تتعود على السكر، فبيفضل لو انت قطعتي السكر فتره طويله بعد شويه مش هتقدري تشربي سكر. طيب بمناسبة السكر دكتورة ساندرا، احنا لما بيبقى عندنا صداع الناس في تحديدا يقول ما تاكلوش شوكولاتة، يعني ممنوع شوية حاجات كده منها الشوكولاتة، اذا السكر ليه تأثير فعلا على الصداع النصفي سواء بقى كان سكر حقيقي ولا سكر صناعي؟ طيب خلينا ايه الاخطر بقى على المخ، الطبيعي ولا الصناعي؟ الموضوع برضو الحتة دي مهمة جدا، لان انا بلاقي عيانين صداع نصفي جايين محرومين من كل حاجه، يعني مقطوع عنهم ميه ونور. يعني كل واحد احنا بنقول مريض الصداع النصفي اعمل جدول لنفسك، شوف الحاجات اللي بتجيب لك صداع نصفي. انا هيجي لي من الشوكولاته، في حد تاني هيجي له من السكر الصناعي، في حد تاني هيجي له من قله النوم، في واحد لو صحي بعد ميعاد نومه هيجي له. كل واحد ليه بنسميه تريجر او حاجه بتصحي الصداع النصفي. من ضمن الحاجات اللي قالوا انها بتعمل طبعا المحليات الصناعيه، ودي دي معروفه يعني انا عن تجربه، بس دي حقيقه هي دي حقيقه انا مجرباها فعلا، بتزود نسب، بس مش كل الناس، يعني انا مش هقول لكل واحده مريضه صداع نصفي ما تاخديش محليات صناعيه بغض النظر عن الاذر ريسك، بس انا مش هقول لها كده الا لو هي انا بسالها، بسال المريض، يعني غالبا بيبقى سيدات، بسال المريض هل انت لما بتاخد قبل ما بيحصل لك نوبة الصداع بيبقى في أكلة معينة، في حاجة معينة بتحصل، نمط يومك بيبقى شكله ايه، الحاجات اللي انت بتاكلها شكلها ايه؟ لو انا ما لقيتش فيها حاجة معينة زي الشوكولاتة زي المحليات زي مش بمنعه من كل حاجة. فهي فعلا كل مريض صداع نصفي ليه الشكل العام بتاعه بتاع المرض، فهو مش السكر في حد ذاته ولا المحليات الصناعية قد تؤدي، بس هي مش أساسية، فما ينفعش ان انا امنع الصداع عيان الصداع النصفي كله. في ناس تقول لي انا مجرد ان انا لو ما نمتش يجي لي صداع نصفي، خلاص تمام، انما مش همنعه من الدنيا كلها علشان كده، فهي مش خاصه صراحه بالسكر. تمام. يعني بس يعني انا يعني بشوف ناس كتير جدا فعلا السوداني الشوكولاته، يعني في حاجات كتير في الاكل جزء منها كبير بيعمل الصداع النصفي، بس مش كلهم، مش كل حاجه اكيد طبعا، عشان بس نبقى واضحين، لان فعلا في ناس جايه يعني سواء حتى صداع نصفي او الصرع، برضو ناس ممنوعه من حاجات كتيره جدا، يعني بلاقي مثلا امهات لا ممنوع الموبايل، ممنوع الحاجات، ممنوع في انواع معينه، كل يعني سواء صداع نصفي او الصرع او يعني بنسميه سبيكترم او عباره عن مش مرض واحد، يعني في اشكال كتيره من نفس المرض بس. فاحنا بس بنعالج مريض، مش بنعالج المرض كله على بعضه. ايوه كل مريض وحالته بالظبط. طيب دكتور عمرو، يمكن انت اكتر واحد تقدر تكلمنا لانك متخصص في صناعه الادويه، فدلوقتي في ادويه معينه بتتطور بشكل مختلف، فمثلا نيجي نلاقي محليات على شكل نقط، ومحليات على شكل باتشز افتحها، ومحليات على شكل اراس كبيره احطها في الناس عارفه ايه الاحسن، يعني ايه
انا اخد ايه ولا ايه ولا ايه وايه وليه كل الانواع دي. هو غالبا مش هيبقى عندك انت الاوبشن تختار غالبا، لو هي لو احنا بنتكلم على دواء فغالبا يكون الدكتور هو اللي كاتبه لك. لا احنا في الفيتامينز يا دكتور احنا كلنا دكاتره نفسنا بنسال بعض، وفيتامين سي احنا بناخده اكيد في طعم سكر فاكيد في محليات. المحليات برضه عشان نتفق وما نبقاش متجننين عليها قوي بصراحه مطلقه، الفرق الجوهري في كل احنا بنتكلم فيه النهارده كلمه الدوز اللي الدكتوره غدا اشارت اليها، الجرعه. اوكي هي ده الفرق الجوهري فعلا. حضرتك لو احنا بنتكلم على كلام الاعراض الجانبيه الخطيره اللي جت في التقرير في الاول كلها فعلا فعلا ممكن تبان مع الجرعات الكبيره قوي اللي احنا في اللي احنا في الواقع في الواقع في الواقع ما بنستعملهاش او بنستعمل يمكن اقل منها كتير جدا 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 جدا. فهي الفكره بتفرق معايا في كلمه الجرعه، هي دي اللي هتفرق معايا. يعني حضرتك لما بتتكلمي على الشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه يبقى هو انا بالنسبه لي كمريض لو انا بفكر مش جايدد بالدكتور او مش متوجه من الدكتور هفكر في حته الجرعه. طب احنا في الفيتامينز في ناس بتاخد 1000 جرام مثلا في فيتامين سي، في كالسيوم بيبقى طعمه حلو، في حاجات كتير داخل فيها المحليات برضو مش بتتاخد العمر كله. يعني حتى لو انا اخدت مثلا شهر يا شهرين يا دكتوره من وقت الكورونا الناس بتاخد حتى الان فيتامين سي كل يوم فيتامين سي.